بالنسبه اللي تقول كاين زياده في كتب الدراسه الوزاريه لحد الساعه ما كاين شي زياده في الكتب, الكتب. وبالنسبه للكتب اللي غادي تجي ان شاء الله في شوتامبير 2023 مازال ما عندناش لا علم واش كاين فيها زياده ولا لا بالنسبه بالنسبه لنا حنا كحرفيين راه ما كاين لا زياده لا والو الحاجه الوحيده اللي كاينه هي دوك الناس اللي متطفلين موسميين كما تنقولوا حنايا هما اللي ينشروا الاشاعات ديال راه كاين زياده هنا وكاين زياده في هذ الكتب كاين زياده في هذ الكتب ما يخص زياده في الأسمنة ديال الكتب الوزاريه ربما هو يقول انه هناك كلام يروج وما يخص ان راه غتكون زيادات اللي حتى الساعه مازال ما عرفناش واش كاينه زيادات ولا ما زيادات ما يخص ان البضاعه اللي توصلنا بها حاليا يعني لا تغير في الاثمنه الثمن ديال الموسم اللي فات هو الثمن ديال هذا دي الموسم وفيما يخص ان ما تبقى من من الكتب لي ما مازال ما مازال ما عرفناش واش غتكون فيها شي زياده ولا ما غتكونش فيها شي زياده لحد الساعه ما كاينش شي خبر مؤكد ما يخص زياده او نقصان يعني كيبقى الثمن هو هو لا ما تبدل ما والو هذا اللي كان بغون فندو ان الاشاعات اللي كتروج ربما 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 الناس كتروجها ربما الناس اللي اللي كتخدم هكا كما كنقولوا المتطفلين على الميدان الله, ي... الله يهديهم ان ربما كيكون كي عندهم شي شي مخزون انه شيط عليهم العام اللي فات وكيبغيو شي شويه في الفائده ديال الربح يقولون لا ما نعرف لا انا غير تنقول على الله ولكن هذه الاغلبيه ديال الاغلبيه ديال دي انهم خاصهم يزيدوا شويه في الفائده نظرا للزيادات اللي كاينه كما كنعرفوا كي ان الزياده دابا ولات نمشي اللي عند شي يقول لك راه كاينه الزياده راه كلشي تزاد الماء تزاد الضو تزاد لهذا حتى الكتاب حتى مالين غادي يقولوا راه الكتاب تزاد الكتاب راه كيكون مطبوع الثمن ديالو هنا كنديروا الفرق ما بين كنديروا هذا المقارنه ما بين العام اللي فات وهذا العام يعني اللي حد الساعه اللي توصلنا بها راه ما كاينش شي زياده وانا كنفندو كنفندوا الاشاعات اللي كاينه اللي حد الساعه اللي حد حديثنا لحد اليوم اما فيما يخص الغد او ما هذا ربما تبان الرؤيه اللي غادي تبان الى ا آه ابتداء من من 20 25 30 شهر 8 انطلاقا من الدخول المدرسي ان شاء الله وعاد غيبا واش كاين شي زياده ولا ما كاينش شي زياده اما اللي حتى السعر ما كاين والو بالمناسبه بغينا نهضروا على القضيه ديال توفر الكتب الوزاريه في سميتو دابا لحد الان كاين نقص نقص في الكتب الوزاريه بحيث ان الاباء كيجيو كي كيجيبوا كي لي ليست على اساس باش يتقداو قبل قبل العطله ولكن ما كاين نقص حاد في الكتب الوزاريه ما يخص الاثمنه اللي كيروج دابا في سميتو بان كاين زيادات ما كاين حتى زياده دابا ما لاحظنا حتى زياده في هذه الكتب اللي هما متوفره لحد الان كل عام لي بارون كيواجهوا نفس نفس المشاكل ديال التواجد ديال الكتب المدرسيه ما فوقيتها حيت ان الاباء كيديروا ديما كيخصوا البيدجي ديال لا رونتري سكولير كاين شي ما كاينش شي حاجه اللي هي اوفيسيال بان الثمن غيزيدوا حيث ان الطبعه الجديده اللي غيقراو بها التلاميذ في السنه هذه ما فيهاش حتى زياده كاين فئات ولكن الفئه العريضه كيبغيو يوجدو كتبه قبل ما يخرجوا العطله حيت كما قلت لك بنادم دابا كيوجد البيدجي البيدجي ديال ديال المدرسه خصو يتهنى منه عاد باش يمشي يصيف باش ما يرجعش مثلا في وقت المدرسه ويلقى الخلل في الميزانيه ديالو